انا عايز بقى اتكلم بقى هنا في نقطه مهمه جدا، وفي بعض الساده المشاهدين مستنيين الجزئيه دي بالذات. لما كنت انت موجود في الاتحاد الافريقي كسكرتير عام للاتحاد الافريقي، وحصل المعايير اللي اختير على ضوءها النادي الاهلي نادي القرن، بعض الناس قالت لك ان المهندس مصطفى مراد فهمي هو جامل النادي الاهلي، بقى التسعه زي السبعه ولا السبعه زي التسعه، وسمعنا كلام كتير جدا في الموضوع ده. احنا عايزين ايه بقى عشان الساده المشاهدين؟ عايزين نقفل الملف ده، يتقفل نهائي عشان مبقاش فيه كلام هات وخد، ولا ده نادي القرن، لا ده السبعه اكتر من التسعه، لا ده التسعه اكتر من السبعه، كلام كتير. انت على اي اساس النادي الاهلي خطير نادي القرن؟ انا ماليش اي علاقه بالبتاع، انا اللي عملته كله ان سنه 95 كان مرور كم سنه، كان 95 والبطوله ابتدت سنه، لا او كان مرور 50 بطوله انديه افريقيه، ايوه ابطال دوري وابطال كاس. اه فعملنا تقييم للفرق وعملنا اساس كل بطوله تاخد كذا، المركز الاول والثاني وكذا، وعملنا تقييم طلع النادي الاهلي الاول ما عادش قال حاجه. المعايير اللي انت حطوها ايه؟ لان بعض الناس تقول لك ايه نادي الزمالك محقق بطولات اكتر من النادي الاهلي، ومصطفى مراد فهمي انا بقول لحضرتك كده بالاسم كده ان هو جامل النادي الاهلي عشان هو اهلاوي ووصله اللي هو فيه ده. انا عم يعني انا انا بقول لك ده اللي اتقال. انا بقول لك يعني هل انا 95 راسم، انا 95 ما اعرفش 96 اكون فين، في الاتحاد الافريقي ولا في بيتي ولا في الاتحاد الدولي، ما اعرفش انا هبقى فين. يعني انا عملت، انا جت مناسبه ما حدش فاكر ان في 50 بطوله اتعملت، فجيت عملت تصنيف. التصنيف على اي اساس حطيت التصنيف؟ حطيت التصنيف على كل بطوله لها معايير. نعم. وكان اياميها بطوله ابطال الكاس كانت قويه، انت لعبت فيها وكانت انا حققتها ثلاث مرات، كانت بطوله قويه لا تقل، وفي سنين النادي الاهلي اشترك فيها برغم انه كان البطل، والزمالك دخل على اساس ان الاهلي ما دخلش انه عايز يحتفظ بالكاس. بالظبط كده. فده دليل ما اناش هقدر بقى اعمل البطوله دي ادي فيها نقط اكتر ولا دي نقط، وكانت بتتلعب البطولتين زي بعض. فعملنا النقط زي هم ابطال الدوري زادت اما بقت تشامبيونز ليج الرابطه وفيها ماتشات اكتر، زادت النقط بتاعتها. نعم. وبعدين عملنا التصنيف، اتعمل 95 و96 و97 98 لغايه جت سنه 2000، والمفروض نادي القرن لو تاخد بالك يخلص 31 ديسمبر 99. ايوه مش 2000. لكن نادي القرن الافريقي اتعمل على اساس سنه 2000. 2000 فيها بطولات، النادي الزمالك اخذ نقط اكتر من النادي الاهلي. مظبوط. يعني استفاد انها اتمدت سنه برغم ان ده منشط بس المفاجاه، الاهلي زعيما للكره الافريقيه. شوف كان في الاهرام الجمعه 18 فبراير 94، 18 فبراير 94، ان في 94 كان في 50 بطوله افريقيه، فعملنا التصنيف ده محدش قال حاجه. وجم سنه 2000، مش انا اللي جيت، كان في جوائز البطولات الافريقيه كان سنه 2001. نعم. اما النادي الاهلي اخذ، عملوا نادي القرن. نادي القرن ده اتعمل ازاي؟ جم هم قال لك هنعمل التكريم في جنوب افريقيا، وده حصل حضره الكابتن صالح والبيبو. عملوا لجنه تقول الجوائز اللي هتعطى في هذه البطوله. نعم. ما فيهاش لا مصطفى فهمي ولا فيها اي حد مصري، كان فيها رئيس اللجنه الفنيه ورئيس لجنه الاعلام ورئيس لجنه الكوره جاكيتيه، وكان فيها صحفيين فوزي محجوب التونسي الله يرحمه، وفيها مارك جليسون جنوب افريقي الطويل جدا اللي هو طوله 2 متر. ايوه مارك. فدول اللي عملوا بتاع، قال لك عمل لهم اجتماع في توجو، اللجنه دي اجتمعت برئاسه الجنرال ميمن اللي هو كان نائب رئيس الاتحاد الافريقي. انت ما تدخلتش في اي حاجه وخالص من بقول لك ما رحتش اصلا. ما رحتش. اجتمعوا هناك ولقوا هم الجدول للترتيب ده. اخذوا جدول الترتيب ده وقال لك احنا هنعمل بقى في 2001 نادي القرن على اساس تصنيف 2000، اخذوا اخر تصنيف سنه 2000 اخذوه وقال لك نادي القرن يبقى النادي الاهلي. لكن في شطه ما كانش جاها في الاتحاد الافريقي، قال لك يهاجموا وانت شطة. ما كنتش موجود. انا ما كنتش موجود، مش عضو في اللجنه، موجود المحاضر بتاعه التشكيل هذه اللجنه. نعم. وانا مش موجود وما رحتش، اتعملت في لومي وفي عدد منهم توفى ولسه في 2 موجودين، يروحوا يسالوا مارك جليسون وامادو دياكيتي من مالي موجود كان رئيس لجنه الكوره اياميها، يروحوا يسالوهم انتوا اخترتوا نادي الاهلي ليه ما اخترتوش نادي الزمالك؟
انا بقول للساده المشاهدين سواء جمهور النادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك، احنا بنتكلم دلوقتي في شهاده تاريخيه من المهندس مصطفى مراد فهمي، عشان بعض الناس اللي هي بتقول لك ايه، احنا طبعا مش عايزين نبقى في حساسيه ولا عاوزين في تعصب خالص في اي حاجه، احنا بنقول الكلام ده عشان نقفل المواضيع دي كلها. اللي يقول لك لا اصل 7 اكثر من 9 و9 اكبر من 7 والكلام ده كله، هناك كان معايير، مهندس مصطفى مراد فهمي كان بره الكلام ده كله. احنا عايزين نقفل الموضوع ده، عايزين بقى نبص للرياضه، الرياضه كسمه جميله، الرياضه للرياضه. لا يقول لك ده اصل انا بطولاتي اكتر، احنا بنسمع حاجات كتيره قوي من دول، اصل نادي الزمالك واخد بطولات اكتر من النادي الاهلي، النادي الاهلي اتجامل، نادي الزمالك مش عارف يستحق، نادي الزمالك على عيننا وعلى راسنا محدش يقدر يتكلم، نادي الزمالك دي قلعه من قلاع الكره المصريه موجوده في مصر، محدش يقدر ينكرها، ده تاريخ، يعني اللي بنتكلم عليه دلوقتي ده تاريخ. فعشان جايبين صاحب الشأن اللي هو كان في الاتحاد الافريقي قال لك انا ما حضرتش في اللجنه دي، بعض الناس تقول لك ايه اصل هو بيقول كده ممكن، انا بقول لكم اللي ممكن يضيف اذهان الناس كده قوي، ان هو عمل المعايير ديت وما راحش عشان ما يقولوش اسمه موجود، الراجل بيقول بالتواريخ وبيقول باسامي ناس موجوده عايشه لحد دلوقتي، عاوزين تسالوها اسالوها، احنا بس بنوضح مش اكتر ولا اقل. لا وبعدين طب انا لو عايز، وانا كنت قلت اروح انا سكرتير الاتحاد مثلا اقول لهم انا عايز اروح في اللجنه دي واقدر احضر اي لجنه، ما رحتش يعني ما كانش فيها مجامدين طبعا الصوره بتاعت الكابتن صالح والكابتن الخطيب اهو في استلام نادي القرن.